فلوسها. اه انا عايز كده نصهم. يا عم نصهم ما هنجيب ترسيكل ونسرح عليه. لا انا عايز كده نصهم. يا نصهم لا يا حاج احنا هنجيب ترسيكل ونسرح عليها. يا اما عربية سهل ادينا نصهم. تعال ادينا نصهم. دور معايا عشان بس هتنصهم. يا عم استنى هتنصهم كده. يا عم استنى نصهم. يا ابوي خد ياض خد ياض في ياض مالكم ياض مفيش حاجه يا عم في ياض منك ياض مالك ياض في ياض انا اقول لك على الحقيقه يا عم لقيت فلوس بتاعت ابوي واقف قدام البيت وهو عايز ياخدهم لقيت فلوس بتاعت ابوك ده فلوس انا ده انا من امبارح شغال الف هنا وادور ده انت زين اللي انت لقيتها كروشك حمر حاط يا عم بتاعت ابوي يا عم كنت بتاعت ابوك ده بتاعت انا ده وقع مني اقول لكم ايه والمصحف امسكهم اموتكم فاهمين ولا فاهمين؟ شلموا خردتكم وامشوا ترتين يلا. ياكم لك مين؟ استنى